كتلاحظوا معايا هذه هي الاكله ديالي، كتجي على هذا الشكل. فانا بسم الله غادي نذوقها معاكم، صراحه كتجي لذيذه، تستحق التجربه، ويمكن لكم تاكلوها بدون خبز، فهي كتجي صراحه رائعه. وحتى اطفالكم هكذا كتعودوهم على اكلات اللي كتكون فيها الخضروات، وبواحد الشكل كيجي لذيذ، وهكذا كيمكن لهم ياكلوا لكم الخضروات. فكنتمنى ان شاء الله هذه الوصفه تجربوها، تنال اعجابكم، وتردوا عليا الخبر باللي كان. كنقول لكم بالسلامه عليكم، وفي امان الله الى حلقه قادمه ان شاء الله. ودابا نخليكم مع الوصفه وفرجه ممتعه. الله اكبر، فهذه الصلاه او الاذان الظهر، فالله اكبر الله اكبر. السلام عليكم ومرحبا، والف مرحبا بكل متتبعي قناه شيوات فطيمه، مرحبا ايضا بالمشاهدين الجدد. وصفه اليوم ان شاء الله غتكون عباره عن اكله سهله وسريعه التحضير وصحيه 100%. يمكن لكم توجدوها كوجبه عشاء او لغداء كيف ما كتفضلوا نتوما. كنتمنى ان شاء الله وصفه اليوم تنال اعجابكم، تجربوها وتردوا عليا الخبر باللي كان. فدابا بسم الله على بركه الله، كيف ما كتلاحظوا معايا فهنايا عندي البرمه اولا القدره، المهم كل واحد كيف كيسميها. انا وضعت فيها كميه من الماء وخليتها حتى وصلت لدرجه الغليان كيف ما كتلاحظوا معايا، فهي الكميه ديال المياه غلات. هنايا عندي مجموعه من الخضروات كتبقى حسب الذوق والرغبه ديالكم، وايضا متواجد اي خضروات عفوا كتفضلوا فيمكن لكم تضيفوها، يعني ماشي كيبقى حكر تستعنوا غير بهذه الخضروات اللي خدمت بها انايا، وانما ضيفوا شي حاجه الا كانت كتعجبكم. فهنا كيف ما كتلاحظوا معايا عندي واحد الحبه من الجزر اي خيزو اللي خليتها وقطعتها قطع اللي كتكون صغيره باش دغيا تبخر لينا وتصبح ناضجه بسرعه، ما تاخذش معنا وقت طويله. وهنايا ايضا عندي واحد الحبه من القرعه الخضراء اي القرعه الاخضر الكورجيت، خديتها حتى هي وقطعتها قطع صغيره كيف ما كتلاحظوا معايا. وهنايا عندي واحد الحبه ديال البطاطس، بطاطا كبيره خديتها نقيتها حتى هي وقطعتها قطع صغيره. المهم بالنسبه للخضروات كيف ما قلت لكم فيمكن لكم تستعنوا باي نوعيه كتفضلوا من الخضره. هنا واخا تزاد لكم الكميه ديال الخضره فمعليش، غير هو بالنسبه للجزر فديروه هو يكون في الاسفل، عاد باش تضيفوا البطاطا لانها كتستوي بسرعه. ففي الاخير هاد الخضروات كلهم غادي نخلطهم مع بعضهم، لهذا وضعتهم على هذا الشكل. هنايا غادي نخلي الخضروات ديالي تطيب، وغادي ندوز باش نحمر اولا نقلي البصل. ففي مقلات كنضيف القليل من زيت الزيتون اولا زيت نباتيه كيف ما كتفضلوا نتوما. هنايا عندي انا اختاريت غير هاد الحبات ديال البصله، اربعه صغير كرونين. الا عندكم حبه كبيره من البصله فخدموا بها، حبه وحده فراه هي كافيه. وبالنسبه لل يعني للكميات او المقادير فهي كتبقى حسب عدد افراد العائله ديالكم، المهم نتوما عينكم ميزانكم. انا حضرت هنا كميه لشخصين فقط، وانتوما حسب عدد افراد العائله ديالكم. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا خديت البصله وبديت كنقطعها دوائر بحال هكا، يمكن لكم ايضا تقطعوها على هذا الشكل شرائح، كيبقى لكم الاختيار. بالنسبه للبصله فكتحاولوا تقطعوها قطع كتكون رقيقه وكتوضعوها على نار كتكون مهيله باش هكذا كتبان لكم بسرعه، وايضا كتجي محمره بسرعه، يعني بسرعه كتشحر كتحمر لكم على هذا الشكل. صافي كنبقى غادي على هذا المنوال حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها من البصل، وكنصبر عليها حتى كتحمر الوقت اللي الخضروات كتبخر لينا فيه. كنضيف واحد القبيسه من الملح باش كتساعدنا ديك البصله تشحر بسرعه. نحرك البصل ديالي كيف ما كتلاحظوا معايا فبسرعه كتدبال، كنبقى معاها حتى كتدبل كامله وكتشحر. عاد باش غادي نضيف عليها شويه من الابزار ونحركها، وهنايا كتصبح عندي جاهزه كنخليها على جنب باش كتبرد. ف
هذه البصله ديالي كيفما كتلاحظوا معايا، كنصبر عليها على هذا الشكل حتى كتحمر كامله مره مره، كتبقاو تحركوها ما تغفلوش عليها باش ما تحرق لكمش باش كلها كتدبال. فكيف ما كتلاحظوا معايا ها هي البصل تحمرات صبحات على هذا الشكل. هنا نضيف لها القليل من الابزار ما يسمى ايضا بالفلفل الاسود، وغادي نخلط على هذا الشكل. صافي هنا البصل ديالنا كتصبح جاهزه، غادي نخليها على جنب باش تاخذ ليا درجه حراره المطبخ. وهنايا هي الخضروات ديالي كتبخر، فكنجرب هكذاك بالسكين كيف ما كتلاحظوا معايا. فان البطاطس هي طابط، انا غادي نشوف مع الجزر حتى هو يعني بسرعه كتوجد الخضروات، لانني قطعتها قطع تكون صغيره حتى هي. دابا غادي نطفي على النار، فبالنسبه لهاد الاكله ما كتاخذش معنا وقت كبير، تقريبا 10 دقائق فكتصبح موجوده. هنايا غادي نخلي الكل يبرد كما لاحظتوا معايا، فالبصل ها هي وجدات، غادي نخليها تبرد على جنب. وايضا غادي نزول هاد الخضروات من الكسكاس باش حتى هي تبرد، باش ملي بغي نخلط كل المكونات تكون عندي جميع، نخلط كل المكونات تكون عندي الخضروات وايضا البصل بدرجه حراره المطبخ. بعد ما الخضروات كتاخذ ليا درجه حراره المطبخ، كناخذ واحد الانيه كنوضع فيها 5 بيضات اولا 4 بيضات، بالنسبه لي انا استعملت 5 البيضات حيتاش الحجم ديالهم صغير، اذا كانوا عندكم كبار ف4 كافيين. كنضيف عليهم القليل من الزعتر اولا الزعتر، المهم شي عشبه مناسبه حسب المتوفر المهم اللي عندكم. انا خدمت غير بالزعتر، استعملت فقط بالقليل منها حيتاش هي الوجود ديالها كيكون شويه مار، اذا كثرتوا منها فغتكتمرر لكم الاكل ديالكم. وكنضيف القليل من الابزار كيف ما كتلاحظوا معايا، والقليل من الملح، فبالنسبه للملحه عينكم ميزانكم. وهنايا عندي نصف كاس من الحليب، حليب عادي بدرجه حراره المطبخ، كنضيفو على البيض وكنطرب الكل جيدا. الا كانت عندكم كريمه المطبخ اولا كريمه الطبخ فيمكن لكم تستعنوا بها، الا ما كانتش فكاس ديال الحليب اولا كاس ديال الياغورت الطبيعي اي زبادي طبيعي فحتى هو كيفي بالغرض. المهم انا كان عندي الحليب فقضيت به، فانا كنحرك الكل جيدا. فهاد الاثناء راني شاف على الفران كيسخن من الفوق ومن التحت، انا عندي فرن غازي وكل سيده والخلفيه ديال الفرن ديالها والطريقه اللي كطيب عليه. بالنسبه لي انا فقبل ما كنطيب اي حاجه في الفرن فكنسخنه مسبقا عاد باش كندخل ليه سواء الكيك اولا الحلويات اولا اكلات سريعه مثلا بحال هكذا. فانا من بعد ما حركت الخليط ديالي جيدا كنضيف البصل، وايضا كنضيف علبه من الشامبينيون اولا الفطر المعلب من بعد ما قطعتو قطع كتكون شويه صغيره، كيبقى اختياري ما كاش متوفر عندكم فممكن الاستغناء عليه. وكنضيف ايضا الخضروات، كنحرك الكل جيدا كندمجوا ليا كل المكونات مع بعضها. ملاحظه الا كان متوفر عندكم طون فممكن حتى هو تستعنوا به باش هكذا تجيكم الاكله غنيه اكثر، اولا قطع ديال صدر الدجاج من بعد ما كتكونوا قطعتوا قطع صغيره وشحرتوه شويه في الزيت الزيتون وايضا مليحه وشويه من الابزار. صافي وكتحركوا كل المكونات هذو اضافات، المهم نتوما انا تشاركت معكم فقط هذه الفكره، والاضافات فكتبقى حسب الذوق والرغبه ديالكم وايضا حسب المتواجد في المنزل. فانا كيف ما كتلاحظوا معايا استعملت بهذا المول ديال الزجاج الدائري، نتوما يمكن لكم تستعنوا به مربع او حسب المتواجد عندكم. كما كتلاحظوا معايا عندي مول ديال الزجاج، قطع ليه القليل من الزبده، غادي نحاول ندهنو كامل من الجوانب وايضا من الوسط بالزبده. يمكن لكم تستعنوا باي مول متوفر عندكم سواء دائري او لا مربع او لا الشكل اللي عندكم او لا لاطا ديال الاينوكس، يمكن لكم حتى تستعنوا بها دهنوها بالزبده مزيان على هذا الشكل وتخدموا بها عادي.
فكل ما دهنتوا الانيه ديالكم بالزبده كل ما كان احسن، وكتفاداو التصاق المكونات ديالكم في الانيه. كتبغي تزولوها كتزول لكم بسهوله، لان كيف ما عرفتوا فهنا ما وضعنا حتى شي حاجه يعني ديال ميد ما او لا زيت ولا شي حاجه، من غير هذاك الجوب اللي غادي نوضعوا من اعلى ديال الاكله ديالنا. فدابا غادي نوضع كل المكونات في المول على هذا الشكل. نحاول نوزعهم بحال هكذا. وهنا كيفما كتلاحظوا معايا عندي جبن مربع هو اللي غادي نضيف من الفوق على هذا الشكل. الا كان عندكم مثلا جبن موزاريلا اولا الجبن الاحمر كيمكنكم حتى هو تستعملوا به، كترشوه من الفوق على هذا يعني على هذا الشكل كيفما وضعت هذا الجبن المربع، ومباشره كتدخلوا الاكله ديالكم كتدخلوها للفرن، كتصبروا عليها غير الوقت اللي كيطيب لكم البيض، فكل المكونات راها طايبه كيف ما لاحظتوا في الاول، فالخضره طايبه وايضا البصله راحنا طيبناها، فكتصبروا على البيض ديالكم يطيب وايضا هذا الجبن كيذوب، وهكذا كتصبح الاكله ديالنا جاهزه. فان شاء الله نتلاقاو في التقديم النهائي. هنا من بعد ما طابت لي الوصفه ديالي، هنا بالنسبه لهذا الفرماج انا كنحاول نزول هادو، فراه دابت الكميه اللي غادي تذوب ديال الفرماج على الوصفه. هادي من بعد ما كتحرق صراحه انا ما كتعجبنيش، كنزولها على هذا الشكل. ثم الا كانت كتعجبكم فخليوها، اما خلاص الا كنتو مستعين بالموتزاريلا اولا بالجبن الاحمر فكيذوب وكيعطي واحد الطبقه كتكون زوينه. انا غير سلكت بهذا الجبن الاحمر عفوا بهذا القطع ديال الجبن اللي كنستعملو بها في الهمبرغر اولا في الساندويتشات، فبالنسبه لي انا احسن نزولهم على هذا الشكل. صافي هنا الاكله ديالنا كتصبح جاهزه. كنزينها شويه بال المعدنوس اولا زينها شويه هنا بالمعدنوس من الفوق على هذا الشكل. صافي هنا الوصفه ديالنا كتصبح جاهزه، كنقدموها بالصحه والراحه. فهذا هو الشكل النهائي اللي كنتحصل عليه للاكله ديالي، فكتجي على هذا الشكل. كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم، تجربوها وتردوا عليا الخبر اللي كان، فهي اكله سهله وبسيطه وايضا صحيه وبمكونات متوفره في كل منزل. فانا غادي نقطعها معكم باش تشوفوا معايا الشكل ديالها من الداخل. فبسم الله انا غناخذ واحد القطعه، فكتجي على هذا الشكل. كتلاحظوا معايا هذه الاكله ديالي كتجي على هذا الشكل، فهنا بسم الله غادي نذوقها معكم. صراحه كتجي لذيذه تستحق التجربه، ويمكن لكم تاكلوها بدون خبز فهي كتجي صراحه رائعه. وحتى اطفالكم هكذا كتعودوهم على اكلات اللي كتكون فيها الخضروات وبواحد الشكل كيجي لذيذ، وهكذا كيمكن لهم ياكلوا لكم الخضروات. فكنتمنى ان شاء الله هذه الوصفه تجربوها تنال اعجابكم وتردوا عليا الخبر باللي كان. كنقول لكم بالسلام عليكم وفي امان الله الى حلقه قادمه ان شاء الله. ودابا نخليكم مع الوصفه وفرجه ممتعه. الله اكبر، فهذه الصلاه اولا اذان الظهر، فالله اكبر الله اكبر.